صباح الخير سيادة الرئيس، سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده وسعيد جدا بوجودي مع قادرون باختلاف. صباح الخير، انا نانسي حسام من محافظة الغربية، عندي 22 سنة، حاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا. صباح الخير، انا اسمي احمد طارق محمد جميل، يعني سني 67 سنة، يعني شغال موظف سيرك المصري للاسلاك، بس انا ساعر فنان كوميدي. يا حضرتك فاكرني يا شاعر وفنان كوميدي؟ ايوه. انت مش قلت لي ان انت سباح؟ يا حضرتك فاكرني يا سياده الرئيس اللي انا طلبت في النسخه الثالثه قادرون باختلاف ان انا العب سباحه في النادي الاهلي، وبقيت سباح في النادي الاهلي. الله، يعني انت فعلا سباح في النادي الاهلي؟ مش باين عليا الفورمه ولا ايه؟ لا باين عليك الفورمه طبعا، بسم الله ما شاء الله، بس لو تنزل معايا الجيم كده عشان فورمتك تبقى زي فورمتي. مش باين عليك فورمه؟ ايه، وانا مش باين عليا فورمه ولا ايه؟ مش باين عليك حاجه خالص. ده رايي يا احمد. ده رايي يا كريم. لا طب خلاص، انا اسف يا احمد، هنخلي نانسي تقدم الفقره اللي جايه بدل ما تبهدلني معاك. احسن برضه. احسن برضه.